فرغ خاطرك من الهم بما أمرت به، فرغ خاطرك لما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك. يعني اهتمامك وتفكيرك وجهدك وسعيك لتكن هذه جميعا لما أمرت به من معرفة الله وعبادته والعمل الصالح، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. قضية خطيرة جدا، معظم الناس مشغولون أشد الانشغال، بل يقعون في المعاصي والآثام من أجل شيء ضمن لهم، وينسون ويغفلون عن علة وجودهم في الدنيا وعن غاية وجودهم. وقد ذكرت في لقاء سابق أن طالباً في مدرسة داخلية مكلف بشيء واحد، هو أن يدرس، له قاعة مطالعة في مكتب عامرة، في جو هادئ، في تكييف، في إضاءة جيدة، وفي وجبات غذائية من أعلى مستوى تقدم في الأوقات الدقيقة. هو ترك مهمته الأساسية وهي الدراسة، وتفقد المطبخ من حين لآخر، وسأل عن جاهزية الطعام وعن نوع الطعام وعن مكونات الطعام ومتى سيقدم الطعام وما الكمية التي سيقدم بها الطعام. هذا طالب أحمق، انشغل بما ضمن له وترك ما كلف به. فأنت في الدنيا مكلف بعبادة الله، مكلف بمعرفته، مكلف بطاعته، مكلف بالعمل الصالح، والدنيا ضمنت لك. لكن أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أخواننا الكرام، طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. فتأمل، تأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة هي السرة، علاقته بالغذاء من طريق واحدة هي السرة، فإذا خرج من بطن أمه وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقان اثنان، وأجرى الله له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. قطعت السرة وجاء الثديان، فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح الله له طرقا أربعة أكمل منها، طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان الماء واللبن، وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات وانقطعت عنه هذه الطرق الأربع فتح الله له سبحانه وتعالى إن كان سعيدا طرقا ثمانية، هي أبواب الجنة الثمانية، من طريق واحد إلى طريقين إلى أربعة إلى ثمانية. أخواننا الكرام، هناك حديث قدسي لا تستطيع إذا قرأته إلا أن يقشعر جلدك: ما ترددت في شيء أنا فاعله
ترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني أعد الله لك بعد الموت حياة لا توصف. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بكل ما في هذه الكلمة من معنى، عند ربهم يرزقون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. لذلك المؤمن حينما يأتيه ملك الموت، يأتيه ملك الموت بأحب الأشخاص إليه، فإذا رأى مكانه في الجنة يقول لم أرى شرا قط، ينسى كل ما سيق له من مصائب. وأما الكافر إذا رأى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا، ويقول لم أرى خيرا قط. قد يكون في دنياه غارقا في الملذات والنعيم. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة، ألا يرب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يرب مهين لنفسه وهو لها مكرم. والبطولة لمن يضحك آخرا. يولد الإنسان وكل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفاه الأجل كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. يعني أحيانا الإنسان يكون تنتظره سعادة لا توصف إذا أمضى حياته في طاعة الله وفي القرب من الله وفي خدمة الخلق. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وعدت هذا القول مرات ومرات، إن لم تكن طرفا في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم، فأنت من سعداء الدنيا والآخرة. إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، وإذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون غنيا، لأن خيارات القوي والغني في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان طريق القوة سالكا على حساب دينك وقيمك فالضعف وسام شرف لك، وإذا كان طريق الغنى سالكا على حساب مبادئك ودينك وقيمك فالفقر وسام شرف لك. العبرة أن يأتي الموت وأنت عابد لله، مطبق لأمره، ثابت على مبادئك وقيمك. أيها الإخوة، الرب سبحانه وتعالى لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، يعطيك خيرا منه في دينك ودنياك. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية الصحيحة أن يا داود مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أي أن الله حينما يأخذ من المؤمن بعض صحته يعطيه أضعافا مضاعفة من القرب. إذن ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وإذا كشف لك الحكمة في المنع انقلب المنع عين العطاء. وإذا كنت في العناية المشددة ويضيق عليك وتحاسب على كل كلمة وكل نظرة فاعلم أنك من المقربين وأنك في العناية المشددة. وإذا كنت في أعلى درجات القوة والدنيا بين يديك
ولم يكن الله راضيا عنك، فهذا أكبر عقاب يناله الإنسان من الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال: لا يمنع الله عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. لذلك من حكمة الله جل جلاله قد يصيب الإنسان في خريف عمره متاعب كثيرة، هذه المتاعب لها هدف تربوي، أن ينزع من قلبه حب الدنيا وأن يتعلق بالآخرة. الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الحظ الأدنى الخسيس، ولا يرضى له إلا بالحظ الأعلى النفيس. يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ويعطيه الحظ الأعلى النفيس. يعني طفل يلهو بالرمل، يؤخذ منه الرمل ويعطى له اللؤلؤ، وفرق كبير بين الرمل واللؤلؤ. لكن العبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له. لذلك ورد في بعض الكتب أن إنسانا يحب أكلة نفيسة، فإذا قال له الطبيب: هذه الأكلة ينبغي أن تمتنع عن تناولها. يا نفس، لو منعت من أكلة تحبينها من قبل طبيب لا شك أنك تمتنعين عنها، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا الله عز وجل منعك من شيء وحرم عليك شيء وأنت لا تعبأ وتقترف هذا الشيء، ويأتي طبيب يحمل شهادة عالية يقول لك: إياك والملح، إياك والمواد الدسمة، إياك وهذه الأكلة فهي قاتلة، تمتنع فجأة، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك، ما أكفرك أن تخشى إنسانا ولا تخشى خالقا، أن تثق بتوجيه إنسان ولا تثق بتوجيه خالق الأكوان. قال: ما أكفرك، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ أيكون وعد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا ما أجهلك. فالذي يعصي الله يدمغ بالجهل وبالكفر. إذا والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له. أحيانا ملك يطلب من معلم أن يعلم ابنه، الملك في ذهنه أن يعطي هذا المعلم بيت كبير ومركبة فارهة، ملك كل شيء في ملكه. هذا المعلم أفقه ضيق جدا، طالب الابن بالأجرة، قال له: كم تريد على الدرس؟ قال له: 1000 ليرة. قال له: هي 1000. الملك سيعطيه بيتا ومركبة، وهذا الإنسان طلب أجرة. فلما الإنسان بيعمل عمل صالح ويطلب عليه أجرا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. قال: هذا العبد إذا جهل ما أعد الله له وطمع في الدنيا، قال: بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل ولو كان عليا. الآية الكريمة: إن هؤلاء يحبون العاجلة
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، احتقارا لهم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ولو أنصف العبد ربه وأن له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه منه في الدنيا، لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما أتاه منها. كلام دقيق. فضل الله علينا فيما منعنا من الدنيا أكبر بكثير من فضل الله علينا فيما أعطينا. قد تعطى الدنيا وتكون سبب الهلاك. لذلك الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. هل كان يحب فرعون؟ آتاه الملك. هل كان يحب قارون؟ آتاه المال. والملك آتاه أيضا لسيدنا سليمان، وآتى المال لسيدنا عثمان. هذه الدنيا ليست مقياسا، لا تكريما ولا عقابا. قال ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه. ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه من هذه الدار إلى دار أخرى إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها الإخوة، من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه قضايا أيها الإخوة خطيرة جدا في حياتنا، يجب أن نعرفها، لأننا إذا عرفناها جاءت حركتنا في الحياة صحيحة. أحيانا تكشف لك الحقيقة فينعكس المقياس. راكب دراجة وأمام طريقين، طريق نازل رائع معبد محفوف بالأشجار، طريق صاعد ترابي في أكمات وفي عقبات وفي صخور وفي حفر. كل معطيات الواقع تدعوك إلى الطريق النازل. المنطق والذكاء والوضع والبيئة والواقع والمعطيات كلها الطريق النازل. لوحة صغيرة يشار فيها إلى أن هذا الطريق النازل تنتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاثرة جائعة، وأن الطريق الصاعد تنتهي بقصر منيف فيه ما لذ وطاب. هذه اللوحة الصغيرة ألا تعكس القرار؟ تعكسه 100%. فالإنسان حينما يعرف الحقيقة يسلك الطريق الذي يراه الناس غير سليم. لذلك قالوا إن لم تتهم بالجنون من المجانين فلست بمؤمن. إن لم تتهم بالجنون بس من المجانين فلست بمؤمن. والمجنون من عصى الله. والحمد لله رب العالمين.